نفسه بطريقة رائعة. سيدي هي كرة، سيدي يلعب نحو الجهة اليمنى، محاولة مرة ثانية تسديده، والكرة تحولت إلى ركلة ركنية لمصلحة ملوك العاصمة. غرصة كانت خطيرة، والحكم سيصفر بعد لحظات نهاية شوط المباراة الأول. نعم في هذه اللحظات نهاية شوط المباراة الأول بتفوق لملوك العاصمة على حسابي انتو كيف بهدف دون مقابل في إطار مباريات الجولة. فريق نواكشوت كينغز، عرضية، هنا الهدف الثاني لمصلحة ملوك العاصمة في هذه اللحظات. محمد مبارك يسجل على الهدف الثاني ويمنح ملوك العاصمة الهدف الثاني ويعزز النتيجة بعد أقل من 19 دقيقة على نهاية المباراة. مميزة خطيرة الكرة، فرصة قائمة لملوك العاصمة عن طريق مختار. مختار يلعب كرة لصالح مبارك، مسجل الهدف الثاني، التهيئة مرة ثانية، سيدي تودا بلمسة خطيرة 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 خطيرة، والثالث لملوك العاصمة. ملوك العاصمة ينهون المباراة ويسجلون هدف المباراة الثالث. ثلاثة لمصلحة كينغز نواكشوت على فرصة، والهدف الآن لمصلحة انتو كيف في هذه اللحظات. انتو كيف يسجلون هدف تقليص الفارق بعد ركنية وبعد سوء المراقبة من جانب دفاعات ملوك العاصمة في الكرة الماضية. إذن هدفان مقابل هدف وحيد في هذه اللحظات.